مع قدوم شهر سبتمبر وترحيبا بقدوم يوم 26 منه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بيوم وضعه اليمنيون نهاية لطغيان الإمامة عام 62-900 ألف. هذا الاحتفاء لا يعد إحياء لذكرى تاريخية، بل تعبير عن مواجهة شعبية ضد الإماميين الجدد الذين يحاولون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ويكرسون كل جهدهم لإعادة ثلاثية ظلام الإمامة، الجهل والجوع والمرض. يؤكد اليمنيون في تدويناتهم بأن ثورة سبتمبر بمثابة طوفان اجتاح الإمامة بكل ما فيها من مساوئ، وكلما رأوا ممارسات الحوثيين يتساءل اليمنيون: هل هذا هو المستقبل الذي نريده لأطفالنا؟ ولا يجدون الإجابة إلا في إنجازات ثورة سبتمبر القادرة على استئصال سرطان الإمامة من الجسد اليمني. وفي المقابل يواصل الحوثيون شن حربهم بمختلف المجالات ضد الشعب اليمني بكل مكوناته، ويمارسون نهبا للإيرادات والرواتب وفرض جبايات تعسفية أثقلت كاهل كبار التجار وشملت حتى العمال البسطاء، كما يواصلون جرائم القتل والسلب والنهب للأراضي والممتلكات. كل هذه الممارسات البشعة تدفع اليمنيين للتمسك بثورتهم، وتؤكد أن سبتمبر ستظل الشرارة التي أشعلت نار الحرية في اليمن، وأن الحوثي لن ينتصر على إرادة شعب بأكمله. في كل سبتمبر يسارع اليمنيون لتجديد العهد بعدم التنازل عن مكتسبات الثورة، وبأن الحوثيين مهما بلغ طغيانهم سينتهي بهم المطاف كما كانت نهاية آل حميد الدين الذين كانوا أشد تجذرا وقوة، وظنوا أن طغيانهم لن يكون له نهاية قبل أن يأتي فجر أيلول ويخرسهم إلى الأبد. وبينما يحاول الحوثيون تكريس ظلام الإمامة مجددا، يظهر المارد السبتمبري في كل عام احتفاء بالثورة العظيمة تأكيدا على الانتماء لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية، حيث لا سيد ولا عبد ولا حق إلهي لأحد بفرض نفسه حاكما على الآخرين.